الأيام دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، لقى رجل من الأنصار اسمه أبو أمامة، فسأله قال له: ليه أنت قاعد في المسجد في غير أوقات الصلاة يا أبو أمامة؟ لأن ده الوقت اللي مفروض أنك تعمل فيه. أبو أمامة رد على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: هموم لازمتني وديون. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه دعاء، وفي الدعاء ده بيستعيذ من 10 حاجات. هما إيه؟ الهم، الحزن، العجز، الكسل، الجبن، البخل، غلبة الدين، قهر الرجال. الحاجتين الصريحتين اللي موجودين في الدعاء ده اللي قالهم أبو أمامة هما الهموم والديون، لكن الدعاء فيه 8 حاجات تانية غير الهموم، شاملة الهموم والديون. الدعاء ده استوقفني كثيرا، فكرت هو ليه النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش أعوذ بالله من الهم والدين وخلاص. لما فكرت هو أبو أمامة كان في المسجد في وقت إيه؟ في وقت العمل، والعمل جزء هام جدا جدا من النجاح في الحياة. يعني 8 حاجات اللي موجودين في الدعاء دول ممكن نعتبرهم من معوقات النجاح. تعالوا نفنطهم كده واحدة واحدة. أول حاجة استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء هو الهم، وده واضح لأن أبو أمامة كان قاعد مهموم. طب الهم بيعمل إيه في حياتنا؟ الهم بيعيقنا عن النجاح، الهم بيعيقنا عن العمل، الهم بيعيقنا عن التفكير والتركيز. يعني عارفين المثل يقول لك دواكل كل دماغه، يعني كل الطاقة العقلية بتاعتنا راحة لهذا الهم أيا كان السبب. الحاجة التانية اللي استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام هو الحزن، والحزن غير الحزن. الحزن هو الشيء الصعب، عشان كده لما نبقى داخلين على امتحان او داخلين على حاجة نقول ايه: اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانك تجعل الحزن ان شئت سهلا. الحزن يعني الشيء الصعب. وامتى الشيء يبقى صعب؟ الشيء بيبقى صعب لما ما بيكونش عندنا القدرة ان احنا نعمله، والقدرة دي بتكون قدرة جسدية، قدرة مادية، قدرة أيا كانت هي، ممكن تكون المهارات بتاعتنا، علمنا، معارفنا، مداركنا، أي سبب من الأسباب اللي بتخلي هذا الشيء صعب هو ده الحزن. الحاجة الثالثة اللي استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام هو العجز. يعني إيه العجز؟ يقولك عندنا عجز في الميزانية. العجز هو النقصان، يعني حاجة ناقصة. يقولك ده إنسان عاجز، يعني إيه؟ يعني عنده حاجة ناقصة في جسمه، عنده حاجة ناقصة في حواسه. عاجز يعني ما عندوش حاجة معينة، حاجة معينة ناقصة. طبعا عادة بنقولها على حاجة في الجسد، حاسة من الحواس فقدناها: النظر، السمع، المشي، الحركة، الكلام. إنسان عاجز يعني ناقص منه حاجة. الحاجة الرابعة هي الكسل. الكسل هو إن إحنا يبقى عندنا القدرة إن إحنا نعمل حاجة لكن ما عندناش الرغبة إن إحنا نعملها. وأسباب الكسل كتيرة وأنواعه كتيرة، عشان كده أنا هعمله فيديو لوحده خالص أتكلم مخصوص عن الكسل وأنواعه وإزاي نتعامل مع هذه الأنواع ونشيل الكسل خالص من حياتنا. الحاجة الخامسة اللي استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام هو الجبن. أنا كتباهم عندي في النوتة بتاعتي. الجبن، الجبن هو ان يبقى في شيء قدامنا عايزين نعمله ولكن ما عندناش الشجاعة
ان احنا نعمله. الجبن زي الخوف في مواجهة حاجة كبيرة. الخوف على فكرة ممكن يكون مش من حاجة كبيرة ولا حاجة، ممكن يكون من حاجة احنا عارفين ومتأكدين مثلا انها مش هتضرنا. الجبن هو ان انا ما عنديش القدرة النفسية ان انا اقدم واعمل هذا الشيء. انا جبنت ان انا اكلم المدير بتاعي، او انا جبانة مش عايزة مثلا اسيب الوظيفة دي اللي انا تعبانة وقرفانة منها واروح وظيفة تانية او اروح ادور على وظيفة تانية. فالجبن برضو من معوقات النجاح. الخوف من مواجهة شيء، هو ده الجبن. سادس حاجة استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام واللي هي تعتبر معوق من معوقات النجاح، هو البخل. وبرضو البخل هتكلم على فيديو كامل، لان البخل برضو له انواع. ممكن يكون بخل في المشاعر، ممكن يكون بخل في مشاركة العلم، ممكن يكون طبعا البخل المادي ان انا اصرف على نفسي او اصرف على الاخرين او اصرف على شركتي. زي ما الكسل له انواع، برضو البخل له انواع، والبخل برضو بيعقنا عن النجاح. الحاجة السابعة اللي استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام هي غلبة الدين. وهنا دي مش كلمة واحدة، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما استعاذش من الدين، استعاذ من غلبة الدين. غلبة الدين يعني ايه؟ واحد يغلب واحد يعني ايه؟ يعني يكسبه، يقدر عليه. فأحيانا بيبقى عادة في إدارة الشركات، الشركات بتدين للبنوك، أحيانا بيكون عندنا مثلا شاريين حاجة من سبلاير أو من مورد ولسه ما دفعنالوش الفلوس دي، ده دين برضو. فالدين برضو له أنواع. في الدين اللي هو مرتبط بشغلي ومرتبط بحياتي، واحد مثلا جه عمل لي شغلانة معينة، عمل لي حاجة معينة ولسه ما دفعتلوش، ده برضو دين. لكن اللي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو الغلبة، غلبة الدين. ان الدين يبقى اكتر بكتير قوي من طاقتي واستعدادي لرده. الناس مثلا اللي بتستخدم الفيزا وبيبقى عليها دين كبير قوي في الفيزا وهي مواردها محدودة، يبقى الان اللي داخل في حياتها اكتر بكتير قوي من اللي خارج في حياتها، ومهما حاولوا مش هيعرفوا يوصلوا الجاب دي. هو ده غلبة الدين، وهو ده اللي لما بيبقى فيه عندنا ديون كثيرة ومتعددة هنا وهنا وهنا وهنا، فيبقى الواحد مش عارف يسد هنا ويسد هنا ويسد هنا، وبيتغلب الدين علينا، بيغلبنا، بيتفوق علينا. إن مهما نجحنا ومهما اشتغلنا، عارفين زي ما نكون بنملى ريزرفوار كبير كده، زي ما نكون بنملى اناء وفيه خرم، مهما اشتغلنا ومهما ملينا ومهما صبينا في هذا الاناء بتتسرب المية، فعمره ما هيتملي، وده معوق من معوقات النجاح. نيجي بقى لتامن حاجة واخر حاجة، هي قهر الرجال. برضو كلمتين، قهر الرجال. ايه هو القهر؟ يقولك انا مقهور. مقهور يعني ما عنديش الحرية اني اخد قرار، ما عنديش الحرية ان انا اعمل عمل، مجبر على عمل ما او على حاجة معينة. القهر الرجال ده على فكرة ممكن يكون قهر جسدي وقهر نفسي. وكلمة الرجال هنا مش معناها الرجال فقط، يعني في اللغة العربية التعبير المذكر بيشمل مذكر ومؤنث، لان الستات برضو ليها قهر. وللأسف حتى في مجتمعاتنا لما تلاقي الست كبرت وبقى ليها سطوة في العيلة بتاعتها، ممكن بجبروتها وقوتها انها تقهر اللي موجودين في العيلة، سواء ابناء او احفاد او بنات او ازواج او زوجات. انا كمان شفت سيدات كتيرة جدا في الشغل في العمل من قوتها وجبروتها بتقهر اللي حواليها. فهو هنا كلمة الرجال معناها الناس أو البشر. فقهر الرجال، قهر يعني إجبرهم
لينا ان احنا نعمل حاجة معينة، فنبقى ما نبقاش قادرين ان احنا ناخد قرار في حياتنا. الثمان حاجات دول بعتبرهم معوقات النجاح، الحاجات اللي منعت ابو امامة الانصاري من انه يعمل ويكد في وقت العمل، وبالتالي تراكمت عليه الهموم والديون. تعالوا نقولهم كده لمرة أخيرة: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. الدعاء ده عايزاكم لما تدعوه ممكن يكون جزء من الأدعية الورد اليومي اللي بتقولوه في الصبح وبالليل. فكروا فيه، فكروا في ايه في حياتي معوق من معوقات النجاح دي اللي بتمنعني ان انا اعمل واكد واصل لماي فولست بوتنشال. يعني ايه ماي فولست بوتنشال؟ يعني اقصى حاجة ممكن اوصل اليها. كل واحد فينا له مقدار معين من النجاح في هذه الحياة. احيانا ما بنبقاش عارفين ان انا ممكن اوصل لايه، واحيانا ما بنبقاش قادرين نوصل اللي احنا ممكن نوصل له. الثمان حاجات دول من الامور اللي في حياتنا اللي ممكن تمنعنا من الوصول للنجاح. فكروا فيهم وحددوا ايه الحاجة اللي متغلبة على حياتكم، وحنتكلم فيها واحدة واحدة. قلتلكم ان انا هعمل فيديو عن الكسل وعن البخل وعن الخوف. الثلاث حاجات دول هما اللي دلوقتي في دماغي وعندي من الخبرة الحياتية اللي يؤهلني ان انا اتكلم عنهم. شوفوا ايه الحاجات التانية من الثمان حاجات دول وانا ممكن اتكلم عنها. اكتبولي في التعليقات رأيكم، واكتبولي عن أهم حاجة بتنغص حياتكم، وأهم حاجة من الحاجات دي أو حاجات تانية اللي بتعقكم من العمل عن العمل ومن الوصول للنجاح. أشوفكم المرة الجايه.